حضرتك قبل قليل تحدثت عن انتفاضة الشباب وما جرى في تشرين الماضي، وبالتالي هذه الروح الشبابية اللي كنتم تنتظروها منذ سنوات، ما جرى في السليمانية مؤخرا لا ينطبق مع ما موجود؟ ليش ما ينطبق؟ ينطبق ونص طبعا، مو دا أقول لك ليش ما كان أكو تأييد للطبقة السياسية للتظاهرات التي جرت في السليمانية؟ لا أنا قلبي وياهم قلبا وقلبا، أنا ما أريد بالقلب، بالقلب الله يعلم، أسمو أنا قلت لك أنا مستقلة، قلت لك هسه أنا مستقلة زين، أنا كإنسانة عراقية مستقلة ما أتحدث عن حضرتك، أتحدث عن بقية القيادات السياسية. كثير من القيادات السياسية، من النواب، من الشخصيات البارزة، حتى من الإعلاميين كان لديهم، وحتى من النخب المثقفة كانت لديهم مواقف واضحة من ثورة تشرين، بس ما عندهم موقف واضح. لا تتحول إلى شماتة من لا أحد. لا مو قضية شماتة، ترى احنا أنا أسأل استميسون، أنا أسأل ما أتحدث بمنطق الشماتة اطلاقا، لكن أتحدث إذا كان ما يحصل في السليماني هو نفس ما حصل في الناصرية، لماذا لم تحظى تظاهرات السليماني بهذا التأييد اللي حظيت به التظاهرات في أعتقد تشرين؟ أعتقد الفرق هو أنه أولا ظلما وجورا وعدوانا اتهموا الشباب الحلوين بالسليمانية أنهم جواكر وأولاد السفارات، وهذا هاي قضية عار علينا أن نقبل بمثل هذا الكلام على ولدنا، هذول اللي إحنا ربيناهم، هذول اللي إحنا خليناهم يفكرون أنهم أحرار وقاموا يتكلمون بحرية، بس تركتهم الطبقة السياسية ما تعرفت معهم ولا عدم موقف واضح. مدى أقول لك هاي طبقة انتهت وأكو طبقة جديدة راح تجي، ما يخالف الطبقة الجديدة هي اللي راح تنطيهم حقهم اللي طيب. هم راح يجيبوها إن شاء الله. السليمانية هناك خلافات بين القيادات في كردستان والقيادات في بغداد السياسية، مو بس الحكومة تحكي، القيادات السياسية، وهناك من ينظر إلى التظاهرات في كردستان شماتة بالقيادات السياسية الكردية، وهذا غير مقبول، ولو كان العكس أن تشمت القيادات الكردية بالقيادات العربية بسبب التظاهرات في الناصرية فهذا أيضا غير مقبول. أما كشعب فمن حقه يتظاهر، شعب جوعان، 8 أشهر ما عنده راتب، يعني إحنا 3 أسابيع تأخرت رواتبنا في شهر العاشر، الناس كلها قلقة كانت، صحيح ولا لا؟ شلون 8 أشهر؟ ما حد فكر 8 أشهر ناس ما عاد راتب شلون راح تعيش، الناس دا تاكل بعضها، ما يصير.